هي نمت؟ أدري فيك النوم، بس والله ضروري نروح المستشفى. خشم، والله ضروري توديني للدكتور. يا أخي السكر ارتفع، أحس إنه قاعد يرتفع بقوة. يا أخي قم، الوضع ما يطمن. يلا مشينا، مشينا الحين، يلا، يلا، يلا. لا دوريات دوريات ازبن ازبن والله القفطة كانت قريبة لكن ربك ستر الحين الدوريات قاعدة تدور عليك يعني لازم تتخفى شوف شوف هالحاوية أكيد بنلقى شيء نقدر نستفيد منه عجل تكفى أحس السكر مرتفع مرة 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 يلا عندك هالثلاث خيارات تختار منها أنا متأكد إنك بتختار الخيار الصح ما لقيت إلا ذا واضح من اللي على يدك إنك جاي علشان التجربة الطبية أدخل مع البابين واصبر بتكون معاك واحدة من الممرضات اسمع اسمع أنت راح تشوف وش الوضع شوف وش بيصير هناك لا تنسى أني جايبك معي عشان هالموضوع بالذات حلوين وتراني دليلك في هالمغامرة اللي ما أقول غير الله يجيبها على خير بس أنا بروح عشان يشوفوني السكر الله يرحم والديك أنت دز لهناك يلا يا أمن أبو خشم هلا بالحبيب والله أني مبطي عنك إلا تعال شو الرقعان أفا رقعان ابن الحلال نسيته دواء لتحسين أداء الذاكرة وتصير مثل البعير وأحسن شيء أنك تأخذ فلوس على الموضوع ها بشر زانت ذاكرتك يا أخي بدل الألف
الحيوان والتصريفات البايخة، تقدر تقولي ما بيتكلم عن الموضوع وانتهينا. دكتور ليش كده؟ يا ميري أنا دكتور ماني بيطري، خليك معي. هلا والله، شف تراني سمعت السالفة بينك وبين ذاك الآدمي. تحليل المنطقي للموقف هو أنك أنت واحد من اللي دخلوا تجارب الدول الجديد ذا اللي قال عنه. تدري يبينا نعرف عن الموضوع أكثر ونفهم وش العلم. حاول تدور ملفك عندهم، أكيد فيه شيء. إيه أنت وش بتسوي؟ اسمع بس، قلت لك لاب كوت والبسه، ذا الجاكيت الابيض اللي يلبسونه الدكاترة. تدخل وتاخذ الملف وتطلع وانت مرتاح. وش من انت؟ وليه ماخذ الكود حقي؟
يا أمن، من أنت؟ وليه ماخذ الكوت حقي؟ صحيح، أبو خشم. أنت ما في لابكوت، إيش اسم أنت؟ مين ملف يبقى؟ كم رقم هذا ملف؟ كله مريض مريض رقم 542743. أبو خشم، الله يسر عليك، توكل على الله، كمل دربك، أنا رجال اللعب يا السكر لعب. شكمان الفارس يترجل عن صهوة جواده. الله يسر عليك، توكل على الله، كمل دربك، أنا رجال اللعب يا السكر لعب. شكمان الفارس يترجل عن صهوة جواده. جد جد كنت كذا كذا بأي شيء؟ لا لا طلعت قدها يا ابو خشم.